أنا دكتورة ريم أحمد البوعينين، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الأكاديمية في بوليتكنيك البحرين. حبي للتعليم كبير، يبدأ من لما بدينا في الصفوف الدراسية. علاقتنا بالطالب دائما، التعليم لميزة، ودائما أقول مهنة التعليم ومهنة المعلم من أفضل المهن. يكفي أنك تخلق أثر في نفوس الناس وتشوف الأثر. لحد اليوم لما نشوف طلابنا ولا خريجينا متبوئين أعلى المناصب ولا ناجحين، يشعرنا بفخرنا في تجاه هذه المهنة السامية. يمكن لو يرجع فيني الوقت لبداية حياتي العملية، يكاد ما يكون هذا حلم، لأنه كان فعلاً بالنسبة لي بعيد المدى. ما كنت أتوقع أن أوصل لهذا المنصب في يوم من الأيام، ولكن أنا كنت دائماً مؤمنة أن النجاح والمثابرة بيوصلني إلى مكان. أنا ما أعرف هذا المكان. في حياتي مرت منحنيات كثيرة، منعطفات. يمكن أنا اليوم ما خططت للوصول إلى هذا المنصب، لكن أنا مؤمنة أن كان نتيجة جهد ومثابرة. دائما أقول النجاح ليس فقط حليف الأذكى، بالعكس يمكن ما يكون حليفة، ولكن النجاح دائما حليف المثابر. المثابرة هي لمن تقود إلى النجاح. أعتقد النجاح بالنسبة لي بدأ من البيت. نشأت في بيئة كانت بيئة محفزة، بيئة متعلمة، محبة للعلم. يمكن أحياناً إيمان الأهل مو بشرط يكون كلمات. كثير من أولياء الأمور يقولون لأولادهم نحن مؤمنين فيكم أو أنتم ناجحين. يمكن في جيلنا الأباء ما كانوا مدركين، لكن كنا نشوف إيمانهم بنجاحنا في عيونهم بدون ما يقولون الكلمات التحفيزية. ويمكن هذه بالنسبة لي كان أكبر محفز. أعتقد الأسرة، إحساسي بأن الأسرة آمنت فيني من البداية، كنت أعرف أني بتجاوز أي صعب بوجودهم. فأنا ممتنة جدا، نجاحي كان سبب الأول سواء أسرتي الكبيرة اللي هو والدي ووالدتي وأخواتي، أو أسرتي الصغيرة زوجي وأبنائي. أعتقد الدعم اللي ممكن يحصل الإنسان من أي شخص من الأسرة هو أكبر دعم. طبعاً لا يمنع أن في دعم ثاني يجده من مرؤوسي في العمل والرول مودلز أو القدوات في العمل. ولا أنكر أن الكثير من المسؤولين اللي عملت وياهم شكلوني وشكلوا هويتي. هذه كلها تضافرت لخلق هذا النجاح أو توفير فرص النجاح لي. رجعنا لكم متابعينا مع ضيفتنا لهذه الفقرة الدكتورة ريم البوعينين. يا أهلا ومرحبا فيك. فعلا تقرير مميز كان، مسي عليك بالخير والنور والسرور. وكنا نتكلم تحت الهواء أن مثل هذه الفيديوهات جميلة لما تحس بتعبك لما توصل لمثل هذه المناصب. صحيح، شكرا على الاستضافة بداية، وأحب أمسي عليكم وأمسي على المشاهدين. شكرا على إتاحة هذه الفرصة على الأقل لمشاركة تجربتنا مع الشباب، أما لإعطائهم أمل أو لإعطائهم فرص أو حتى دروس للمستقبل. شكرا على الاستضافة. شكرا لك دكتورة على حضورك أكيد اليوم ويانا. دكتورة، لا شك أن يعني رؤية سمو ولي العهد حفظه الله ورعاه جاءت واضحة من خلال طبعا رؤية البحرين الاقتصادية 2030. خلينا نتكلم أكثر، كيف جاءت يعني توظيف هذه الرؤية عبر المعطيات الممنوحة طبعا لك دكتورة، عشان خلينا نقول لسد الفجوة بين سوق العمل والتعليم العالي؟ خليني في البداية أتكلم عن رؤية البحرين الاقتصادية. هذه الرؤية الطموحة، عوامل نجاح أي رؤية عموماً يرتكز على 4 أشياء رئيسية. الرؤية هي صورة ذهنية لما سيكون عليه الواقع في المستقبل، وغالباً شخص يقود هذه الرؤية، شخص يرى الواقع، هو يؤمن فيه ويراه ويتوقع أنه يتحقق.
إذا توفر هذا الشخص القائد لهذه الرؤية والصورة موجودة عنده، هذه أول خطوة لنجاح أي رؤية. ثاني شيء التواصل مع الآخرين لنقل هذه الصورة، مو الكل قاعد يشوف الواقع مثل ما هو يشوفه، فيجب نشرها وانتقالها من طبقة إلى أخرى عشان الكل يفهم الرؤية وين رايحة. ثالث شيء وضع المبادرات لتنفيذ هذه الرؤية. آخر شيء وضع الأدوات والآليات لقياس ومراقبة التنفيذ إذا حدثت أو لا. لما أعكسها أنا على تجربة البحرين اللي هو في رؤية 2030، هذه الرؤية الطموحة، هذا مو فقط دوكيومنت أو وثيقة كتبت بعناية فقط، نشوف الأركان الأربعة موجودة فيها، رؤية واضحة عند سمو رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي، هو استشرف كيف سيكون المستقبل في 2030 للبحرين، شاركنا في بداية في 2008 لما وضعت هذه الرؤية، شارك الجميع وأشركونا فيها، صرنا نعرف أن المواطن البحريني أساس التنمية، ومن 2008 كنا نعرف أن الهدف الرئيسي لجعل المواطن البحريني هو المرقوب والمفضل في سوق العمل، قادر على التنافس داخل البحرين وخارج البحرين، ركز على مبادئ العدالة والتنافسية والاستدامة، والتنافسية قدرة المواطن على التنافس والمؤسسات على التنافس. إذن هذه الرؤية مرت في عدة مراحل، المرحلة الثالثة المبادرات، وأنا فخورة أني أعمل في مبادرة من ضمن مبادرات اللي نتجت من رؤية البحرين 2030 لتنفيذ الرؤية. تم تنفيذ عدة مبادرات في البحرين، كانت بوليتكنيك البحرين واحدة من هذه المبادرات لردم الفجوة بين سوق العمل والمؤسسات التعليم العالي، خلق متطلبات السوق وتحقيق متطلبات سوق العمل وجعل البحريني قادر على التنافس. التعليم كان ركن أساسي في هذه الرؤية، يمكن احنا محظوظين احنا في قطاع التعليم لأن الحكومة أولت عناية واهتمام كبير، وركن أساسي كان في رؤية البحرين الاقتصادية، ويلي ذلك وضع الآليات، في آليات للمراقبة. اليوم سمو رئيس مجلس الوزراء اجتمع بالتنفيذيين في 2017 واللي هي 2018 وناقش معهم ما تم إنجازه في الرؤية، فالتواصل موجود، المبادرات موجودة، وآليات مراقبة تنفيذها موجودة، فكل العوامل اللي تعمل على نجاح أي رؤية متوفرة، لذلك احنا واثقين من تحقيق رؤية 2030 ان شاء الله بحلول 2030 ان شاء الله باذن الله. لو نتكلم شوي عن الفترة الماضية، فترة جائحة كورونا اللي الكل تضرر فيها، الكل يعني خاصة المؤسسات التعليمية والقطاعات قطاع التعليم بشكل عام في العالم كله تضرر، وفي بعض القطاعات او بعض المؤسسات وقفت تماما عن التعليم، ولكن طبعا بوليتكنيك البحرين استمرت، وكانت هذه ممكن نقول تحدي جديد بالنسبة لكم، تحدي جديد بالنسبة للبحرين، وعجلة التعليم استمرت بالدوران باتخاذ قرارات، فشون كانت قراراتكم في هذه الفترة بالتحديد؟ طبعا فترة جائحة كورونا هي فترة غير مسبوقة على الجميع، صح، يمكن قطاع التعليم تأثر فيها، نجت منها المؤسسات اللي كانت مستعدة. طبعا التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد موجود من التسعينات، صحيح، ولكن في عالمنا العربي كنا متأخرين نسبيا عن باقي الدول في دخول التعليم الإلكتروني. وجود الجائحة عجل من الوتيرة، يمكن إذا كان في خطط لإدخال التعليم الإلكتروني على 7 أو 10 سنوات دخلها في فترة بسيطة. يمكن إحنا في بوليتكنيك ما عانينا من هذه المشكلة لأن البوليتكنيك كان عندها جزء من التعليم الإلكتروني حتى قبل الجائحة، كان في عندنا استعداد للمضي، وبذلك إحنا ما أخرنا فصلنا الدراسي غير أسبوع واحد، وبدأنا الفصل الدراسي بدراسة عن بعد لجميع الطلبة. أعتقد هي أزمة، إدارة الأزمات هي واحدة في كل مكان تتطلب قرار سريع، أحياناً التأني الكثير لاتخاذ القرار قد لا يكون حكيم في اتخاذ القرارات، محتاج منك سرعة. وتقدر الخيارات بالضبط، تقدر الخيارات وتختار أفضل الخيارات المتاحة حاليا، لأن أنت في أزمة، ما في مجال للمفاضلة بين قرار وآخر، لا نملك هذا الوقت، سواء هو صح أو غلط لازم إحنا لازم ناخذ قرار. لكن أعتقد سبب نجاحنا في بوليتكنيك، بوليتكنيك قدمت أول امتحان قبول في المؤسسات التعليمية أونلاين، ما كانت الجامعات مستعدة، امتحنا 4000 طالب أونلاين، بالرغم أن الناس في ذاك الوقت كثير من المؤسسات داخل وخارج البحرين ألقت امتحانات القبول، ولكن قدمنا امتحان القبول لأن معايير القبول
مهمة جدا عندنا وما كنا بنتنازل عنها. الشيء الثاني وجود فريق بحريني شاب مؤمن بهدف البوليتكنيك. هذا الفريق دائما أقول الفريق الصغير غالبا عند القدرة على الإنجاز أكثر من لما تكون فرق كبيرة أو مترهلة وتحتاج إلى فترة طويلة. إحنا كنا فريق صغير من البحرينيين، نماذج بحرينية وكفاءات شابة قادرة على تخطينا الأزمة بسرعة كبيرة، لأنهم كانوا مصرين على تخطي هذه وقادرين أيضا على وقادرين كذلك. دائما نؤمن إحنا بالقدرات البحرينية والشباب البحريني. لذلك بعد فترة بسيطة من الكوفيد إحنا رجعنا لإتمام أعمالنا الاعتيادية. لكن في نقطة مهمة، لما جاء كوفيد وحول التعليم إلى تعليم أونلاين كانت تنقصنا المرجعية، ما كان عندنا المعايير للتعليم أونلاين. كانت كل معايير الجودة كلها للتعليم داخل الفصل الدراسي، وإحنا كنا نحتاج نقيم تجربتنا، هل إحنا فعلاً تجربة ناجحة أو غير ناجحة، هل بنسوي بنشماركينج أو مراجعة مرجعية مع مؤسسات. لذلك سارعنا بالبحث عن مؤسسة تقول لنا شنو المعايير العالمية في التعليم الإلكتروني. انضمينا لهذه المؤسسة وبدون أخطائكم وعدم تكرارها وتشوف شنو العوامل النجاح. صحيح. ولائمنا كورساتنا في الأونلاين مع هذه المؤسسة اللي من ضوية تحتها 1300 مؤسسة تعليمية حول العالم. وبذلك نتأكد أن ما يقدم في بوليتكنيك البحرين وفق المعايير المقدمة دوليا وعالميا في المعايير الأكاديمية. معايير عالية أيضا ركزتوا عليها في هالجانب. دكتور خلينا نتكلم عن نقطة التحول، خلينا نقول في حياتك من دراسة بكالوريوس الفيزياء إلى نيل طبعا درجة الماجستير في جودة التعليم العالي، خصوصا خلينا نتكلم عن هذه الفترة يمكن كان التخصص هذا حديث نوعا ما. صحيح. خلينا نتكلم عن هذا التحول وهذه النقطة من حياتك دكتورة. صحيح. طبعا لا أزال أنا يعني دراسة الفيزياء شيء قريب إلى نفسي، تدريس مادة الفيزياء، أنا درست مادة الفيزياء كان شيء قريب إلى نفسي. دائما كنت أحب أكون داخل الفصل درس مادة الفيزياء، لأن دائما خلق أثر في نفوس المتعلمين شيء جميل، وأنك تشوفه بعد سنوات طويلة أو الطلبة يتذكرون أنه يحبوا مادة، يمكن مادة الفيزياء مادة جافة وغير محبوبة من الناس والكل يتهرب منها. فأنك تشوف طالب يقول لك أنا حبيت مادة الفيزياء أو أنا استمتعت بمادة الفيزياء، هذه أكثر شيء يشعرني بالفخر، بالرغم أني وصلت إلى مناصب متقدمة وعالية جدا، ولكن لا زالت مهنة التدريس هي الأحب إلى قلبي. لكن بعد ما أنهيت بكالوريوس الفيزياء كان أمامي خيارين، يا من يأخذ الماجستير والدكتوراه في الفيزياء أو الخيار الثاني أني أروح إلى اتجاه آخر. كان الكلام تقريبا يمكن في 2004، يعني يمكن قبل 17 سنة. الجودة شيء حديث نسبياً، ما كان دخل إلى التعليم، يمكن دخل إلى المنتجات، الناس يبحثون عن الجودة في المنتجات في الخدمات، ولكن الجودة في التعليم كان شيء جديد. لذلك درست عن الجودة في الماجستير وأتبعتها في الدكتوراه، وأعتقد هذه نقطة تحول أخذتني إلى منحة مختلف تماما. يمكن ما وصلت لأنا اليوم لأني اتخذت قرار جريء أني أغير تخصصي في الماجستير والدكتوراه. وهي نتيجة أيضا الجرأة في البحث عن التخصصات الجديدة صح، متطلبات السوق حاليا. صحيح. ولكن الاثنين التخصصين مع بعض أعتقد شكل هويتي المهنية، فأنا عندي الخلفية العلمية وعندي الخلفية الجودة. في النهاية مرتبطة بالإنسان، الجودة هي رضا الزبون، والرضا مرتبط بانطباعات الإنسان ورضاه. صح. الفيزياء هي مادة مرتبطة علمياً بالأرقام وبالحقائق. كون هالخليط موجود عندي شكل هويتي المهنية، لأني قادرة على التعامل مع الأشياء المطلقة مثل الفيزياء والرياضيات، وقادرة على التعامل مع الأشياء النسبية والعلوم الإنسانية أو العلوم الإدارية مثل الجودة. جميل دكتورة، خلنا ننتقل أيضاً إلى يمكن سفرتك ودراستك خارج البحرين في بريطانيا بجامعة UK. نتكلم عن هذه المرحلة بالتحديد دكتورة، بعد شلون كانت هذه المرحلة من بعد طبعاً ما خذيتي خلينا نقول الماجستير، كانت هذه هي المرحلة في بريطانيا؟ صحيح. خلنا نتكلم أكثر عنها. مرحلة دراسة الدكتوراه كانت نقطة أيضاً مهمة جداً في حياتي. ليست تجربة سهلة، بالذات على المرأة. وبالذات على المرأة إذا كان عندها أبناء. صح. فإذا كانت امرأة مسؤولة عن منزل، مسؤولة عن أسرة.
بالضبط. الناس غالبا ما ياخذون هذا القرار لانه يعتبر قرار جريء يترتب عليه، خصوصا صحيح. فتره الدراسه الدكتوراه تمتد الى سنوات، تمتد الى 5 سنوات مضطر تكون موجود فيها هناك. هذه التجربه اثرتني او غيرت فيني من جانبين. الجانب الاكاديمي كون التقيت بناس متميزين، التحقت في جامعة في ساوثامبتون كانت جامعة متميزة وعندها مركز متخصص في سياسات التعليم العالي وجودة التعليم العالي. المفكرين المؤلفين الكتب اللي موجودين في الجامعة هذه خبرة قد لا تتسنى لي في أي مكان ثاني. الاختلاط فيهم، شبكات الخبراء اللي موجودين، صغر المساحة نسبيا في المملكة المتحدة، فلما يكون أي مؤتمر قريب منك أن ننتقل، فهي كانت واحة خصبة للأفكار، شكلت مفهومي أكثر للجودة، اقتربت من الناس، شفت شلون فلسفة الجودة ممكن التأثر ولها عدة مدارس. هذا على الصعيد الأكاديمي. أما على الصعيد الشخصي فهي أثرتني، كوني أم وامرأة موجودة في قربة مسؤولة عن أولاد ومسؤولة عن دراسة، أحدثت تغيير كبير فيني، خلتني أشوف أشياء يمكن ما كنت أشوفها. ودائما أنا أقول للشباب، خلتني تجربة الغربة 5 سنوات أكون ممتنة لما أملكها في البحرين، ممتنة لكل ما يقدم لي في البحرين، في أشياء كثيرة تقدم لنا في البحرين ونحصل عليها، لكن لا نراها هي قيمتها، لكن لما نتغرب نكون ممتنين. فأدركت أي قدر أنا ممتنة لهذا البلد المعطاء اللي أعطاني أولا هذه الفرصة أني أروح وأتعلم، وأنا كنت مبتعثة، بلدي هي اللي وفرت لي هذه فرصة التعليم، بلدي اللي استثمرت فيني. إذا أنا كنت اليوم أحقق نجاح صحيح باجتهادي، ولكن لأن بلدي آمنت فيني واستثمرت فيني، وهذه نتيجة استثمار بلدي. فدائما أقول للشباب كونوا ممتنين، كونوا ممتنين لكل ما هو موجود. ثقافة الامتنان مهمة جدا. ستحصلون ما يقدم لنا في البحرين فرص كثيرة، يمكن حتى في جيلنا ما كنا نحصلها، الشباب يحصلون عليها، بس أعتقد يحتاجون أنهم يمتنون لما يحصلون عليه. بالإضافة إلى صعوبة التجربة، أعتقد دور الأسرة جدا مهم. ما كنت بتجاوز هذه لولا أني لقيت الدعم من والدتي وأخواني وزوجي بالتأكيد. أسرة داعمة. الأسرة. فإذا كان وراء كل رجل عظيم امرأة، أنا أعتقد وراء كثير من النساء الناجحات أسرة داعمة، أخ وأب وزوج وأم وأخت. فأعتقد أن الأسرة لها دور، وفي النهاية نجاحي ليس حصيلة مجهودي فقط، هو عدة عوامل، الأسرة، المجتمع، الدولة هي اللي من حققت. وأيضا نجاح المرأة البحرينية أثبتت في كل المجالات صراحة، كل المناصب أيضا، أن لها بصمة واضحة في كل مجال وقادرة على يعني حمل المسؤولية مثلها مثل الرجل. وإحنا فخورين بالمرأة البحرينية دائما وأبدا، يعني دائما قد المسؤولية للأمانة. فتحية للمرأة البحرينية. بالتأكيد. يعني دكتورة ريم، بعد ما خلصتي فترة الأكاديمية، خلاص انتهينا من الفترة الأكاديمية، رحنا انتقلتي إلى الفترة المهنية. التأسيس أصعب شيء ممكن تعملين فيه للأمانة. أنا جربت التأسيس في أكثر من مكان. مرحلة التأسيس أكثر مرحلة متعبة. صحيح. وأنت عشتي هذه المرحلة في بوليتكنيك. في الحقيقة أنا ما كنت موجودة من بداية التأسيس. بوليتكنيك تأسست بفريق نيوزيلندي في البداية، كان معظمهم موجودين في بداية التأسيس، ولكن كانت هناك خطة واضحة للإحلال البحرينيين. متى ما كان البحريني جاهز للإحلال يتم إحلاله بمعيار الجودة. يعني البحرنة تمت في بوليتكنيك ليس لهدف البحرنة فقط، كان في هدف للبحرنة، ولكن متى ما أصبح البحريني قادر على التنافسية والإحلال ومشت تدريجيا وبالضبط. وهذا التغيير التدريجي وهو ما يتطلب، أنت ما تقدر تسوي تغيير راديكالي أو تغيير كبير في مؤسسة بين ليلة وضحاها. بدأ التدريج. اليوم احنا عندنا 99% من الطاقم الإداري في بوليتكنيك بحرينيين، معظمهم بحرينيين، كفاءات بحرينية شابة أفخر فيهم. بعد هم أنا ممتنة لهم، إذا كنت أنا نجحت فهم لهم دور في نجاحي، لولا وجود هذه الكفاءات البحرينية يمكن أنا ما وصلت إلى ما وصلت إليه. ولكن في البوليتكنيك دائما نؤمن أن بوليتكنيك هي مؤسسة متعددة الثقافات، فالمدرسين اللي موجودين عندنا 27 جنسية مدرسين موجودين في البوليتكنيك، وهذا بهدف وجود مدرسين من بيئات مختلفة، الهدف منها
مرة أخرى رؤية البحرين الاقتصادية، إحضار تجربتهم إلى البوليتكنيك، وبالتالي توفير خريجين لسوق العمل متميزين. والجميل أيضاً حتى الطلبة اللي درسوا في البوليتكنيك أصبحوا مدرسين لأ. صح صحيح صحيح. فتدريجياً البحرين قاعد يدخل سوق العمل فعلاً. صحيح صحيح. فهذه هي تجربة البوليتكنيك، أنا كنت موجودة فيها من 2013 مع فريق بحريني إلى تم الإحلال، ومثل ما ذكرت الحين 99% من الطاقم الإداري، ولكن لازلنا نفخر بالكوادر الغير بحرينية اللي موجودة حاليا، لأنهم خبرات أتوا إلى البحرين للمشاركة بخبراتنا وإثراء تجربة طلبتنا. بلا شك. يعني دكتورة، يمكن نفس ما تفضلت وذكرتي أنه يمكن من بدايات تأسيس بوليتكنيك البحرين، يعني جاءت طبعا من خلال خلينا نقول الاستفادة عبر الكوادر الخارجية خارج مملكة البحرين، لكن وصولا إلى بحرنة التوظيف خلينا نقول اللي قد تصل إلى 90% نفس ما تفضلت وذكرتي. لكن خلينا نتكلم عن هذه التجربة وعن هذه طبعا التحول اللي صار. 90% خلينا نقول هي نسبة جدا كبيرة خلال فترة قصيرة. نتكلم تفاصيل أكثر مروراً في هذه التجربة. على تجربة البحرنة، في البداية الطاقم الإداري كان طاقم من عدة جنسيات مختلفة، أسسوا الإدارات، ولكن كان في بحرينيين في البداية. حالياً أنا قاعدة أتكلم عن الإدارة المتوسطة والإدارة العليا، هي ما تم في البداية إحلالها بدءا من 2013 وما إلى ذلك. التنافسية كانت عالية بين البحرينيين، يعني البحرينيين الموجودين اليوم فعلا قادرين وكفاءة، ومثل ما ذكرت ما تم توظيفهم لأنهم بحرينيين فقط، ما تم التنازل عن شرط الجودة. هذا الفريق الموجود عندنا البحرينيين في الانتقال السلس من كفاءات يمكن أجنبية إلى كفاءات بحرينية ما أحدث فجوة، كان انتقال سلس جدا، دليل على كفاءة البحرينيين وقدرتهم على المضي قدما. وأعتقد البحريني أثبت نجاحه وكفاءته في كل مكان، ولا زلنا نؤمن فيهم. أعتقد نحتاج لتقديم الدعم لهم. دائما أقول أنا في بداية حياتي وحتى لما وصلت الحين، كان في دائما مسؤولين وناس آمنوا فيني وشجعوني، وهم بالتأكيد ما ينتظروني أرد لهم الجميل، ولكن رد الجميل أني أؤمن بالموظفين اللي توهم يدخلون حياتهم العملية، وأوفر لهم ما وفروا لي المسؤولين السابقين من إيمان أو تشجيع أو حتى دعم للنجاح والاستمرار. أكيد. دكتورة ريم، يعني بوليتكنيك البحرين تعتبر نموذجاً يعني طبعاً الاهتمام بالورش التدريبية والتطويرية الخاصة بالأنظمة الذكية والروبوتات. كلمينا أكثر عن هذا الجانب، شلون ليش أنتم حريصين بالاهتمام في هذا الجانب؟ تمام. احنا عندنا في البوليتكنيك نموذج مختلف عن الجامعات، احنا عندنا كليات وعندنا اكاديميات. الاكاديميات هي اكاديميه تمنح فرص تعليم لايا كان، وليس للخريج فقط، وهي تمنح شهادات احترافيه مثل اكاديميه الذكاء الاصطناعي ومثل حاليا اكاديميه ابل. هي اكاديميات تكون موجوده في بوليتكنيك، تقدم خدمات وشهادات للطلبة الموجودين، ولكن أيضا للمحترفين والمهنيين من سوق العمل يمكن الانضمام لها، لأن سوق العمل لا يحتاج إلى الشهادات الأكاديمية فقط، هناك طلب متزايد على الشهادات الاحترافية في سوق العمل، وأصبحت الشركات تتطلب شهادات الاحترافية أحيانا أكثر من الشهادات الأكاديمية. وعشان نخلي البحريني مثل ما كانت رؤية البحرين لجعل البحريني قادر على التنافسية، فهو يحتاج إلى شهادات أكاديمية ويحتاج أيضا إلى شهادات احترافية. لذلك إنشأنا هذه الأكاديميات لتوفير هذه الشهادات الاحترافية للبحرينيين لجعلهم قادرين على التنافسية، وهي استجابة لرغبة سوق العمل. نحن نخدم سوق العمل، ويجب أن يكون استجابتنا سريعة لما يحتاجه. احتاج شهادات احترافية، فإحنا لازم نلبي لاحتياجاته عشان الخريج يفي بمتطلباته أو توقعاته. يعني دكتورة، خلينا نتكلم اليوم 3 إدارات تعليمية و4000 طالب و4 كليات، وكذلك نقول 80% من البرامج المعتمدة والشهادات الاحترافية اللي تعد طبعا هذه كلها مسؤولية جدا كبيرة، يعني خلينا نقول تحملينها، هذه هي المسؤولية الكبيرة عليك. وأنا عارف أن هذه كلها تأتي طبعا ضمن خلينا نقول خطط كثيرة أنت محضرت لها في هالجانب. كيف قدرتي تأهيل خلينا نقول الخريجين الانخراط في سوق العمل؟
انت دائما يمكن تركزين على الجوده، يمكن تركزين ايضا على قدرات الطالب والخريجين في هالجانب، فشلون قدرتي تاهلين الطلبه والخريجين في هالموضوع؟ هو مو فقط خلينا نقول التنوع الكمي فقط، ايضا النوع في هالجانب. خلينا نتكلم اكثر عن هذه النقطه. طبعا سوق العمل كبير، وهو الزبون، هو المستفيد من مؤسسة التعليم العالي. إذا ما استجبنا له استجابة سريعة راح ياخذ الموظفين من أي مكان آخر. هو مو ملتزم إنه ياخذ خريجيني، أنا اللي ملتزمة أرفع جودة خريجيني عشان أرضيه عشان يوظفهم. ولذلك خريجي البوليتكنيك اليوم تصل نسبة توظيفهم إلى 90%، وبعضهم يتوظفون خلال الفصل الدراسي. ركزنا على جودة مخرجات التعلم، عندنا علاقة وثيقة مع سوق العمل، فهم يعطونا بشكل مستمر توقعاتهم واحتياجاتهم أول بأول عشان ندخلها من ضمن المناهج. ركزنا على ما ركزنا على المعارف فقط، ركزنا على المعارف والمهارات. عندنا إطار للمهارات يتمكن من الطالب. أنت اليوم ما تبي واحد يعرف كل المعلومات وما يقدر يقوم بمهمة أو تاسك بسيطة، لازم يكون عنده خبرة، لازم يكون عنده الاتيتيود والسلوك، وعنده قدرة على التفكير الناقد. صحيح، عنده قدرة على التفكير الناقد، عنده قدرة على حل المشكلات، هذه كلها مهارات. في البوليتكنيك عندنا إطار لهذه المهارات، الطالب ما يتعلمها في مادة، هذه مدمجة في جميع المواد. فالتفكير الناقد هو موجود في جميع المواد، الطالب قادر على المناقشة. يمكن دائماً المعروف عن طلبة البوليتكنيك جرأتهم وقدرتهم على العروض والمناقشة، لأن هذه المهارات موجودة في كل المناهج. نعم. سواء كان مدرس إنجليزي يركز عليها، مدرس فيزياء يركز عليها، هي مهارات موجودة في هذه المقررات. إذن الاهتمام بالمعارف، بالمعرفة والمهارات والاتيتيود اللي هو السلوك، كيف يتعامل، إدارة الوقت، إدارة العمل، شلون تدير نفسك، هذه كلها كانت مهارات تهيئة موجودة. الطالب بصورة بحيث أن أي مكان ممكن يتوظف فيه يكون قادر على تحقيق أي ممكن شيء ممكن ينطلب. وسمعة الخريج هي المهمة. صح. بوليتكنيك على طول هاي محتاجينه، غير لما أنت تسمع أن خريج من مكان آخر. صحيح. احنا عندنا توظيف الطلبة يتم في الفصل الأخير، احنا آخر فصل يجب الطالب يشتغل في عمل، في بروجكت حقيقي في شركة، اللي هي فترة التدريب. فترة التدريب واللي قيمة الشركة، والأغلبية توظفون في هذا الفصل. لما يشوفون جودة الطلاب والمخرجات، الأغلبية يحصلون على وظيفة خلال هذا الفصل. أكيد احنا شاكرين لك تواجدك معنا الدكتورة ريم البوعينين، رئيس تنفيذي للشؤون الأكاديمية في كلية البحرين التقنية بوليتكنيك البحرين، وشرف كبير لنا لقائنا اليوم فيك مع امرأة بحرينية ونموذج مشرف للمرأة البحرينية. شكرا لك دكتورة، سعدنا جدا بتواجدك وحضورك. أنا أسعد، يعطيك العافية.